عارفين حضراتكم ان شاء الله انه يوم الحد والاثنين اللي جايين 22 و23 نوفمبر هما يومي الانتخابات في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة. والحقيقة ان اسعد ناس بالانتخابات هما طلبة المدارس لان هما بياخدوها اجازة. طبعا مصر بقى فرحانة بالانتخابات واحنا كمان فرحانين بالانتخابات ومنتظرين بفارغ الصبر مجلس النواب وكده وبتاع كل الكلام اللي انتم المفروض تسمعوه تمام على عيني وراسي. بس في النهاية اسألوا الناس مين اكتر واحد فرحان يقول لك الحمد لله ان احنا مش هنروح المدرسه يوم الاثنين والثلاث. النهارده وزاره التربيه والتعليم اعلنت انه زي ما حصل في مدارس المرحله الاولى اللي حصلت في 14 محافظه كمان الوزير قرر انه المدارس اللي هيتجرى فيها الانتخابات يومي الاحد والاثنين القادمين هيكونوا اجازه. احنا طبعا بنتكلم هنا عن المدارس الحكوميه مش كده، المدارس الخاصه متهيألي ما بتحصلش فيها الانتخابات ولا المدارس الانترناشونال بتاع. فحبايبنا وابنائنا من المدارس الحكوميه استعدوا واتمنوا ان يبقى في انتخابات عندنا كل شهرين ثلاثه بمناسبه الاجازه. احنا معانا تليفون الاستاذ هاني كمال متحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. مساء الفل يا استاذ هاني. مساء الخير استاذ سامر، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. اهو كده 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 التلاميذ ابتدوا يفرحوا بالقرارات الحلوه بتاعتكم دي. مش تقول لي 10% وحضور اجباري وكلام من ده يا فندم. ربنا يفرحهم ويقدرنا على ان احنا نفرحهم ان شاء الله. ان شاء الله. المدارس الحكوميه طبعا هي تستشمل هذا القرار يا استاذ هاني. لا اسمح لي بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل اصحح بس المعلومه. اتفضل. جميع المدارس اللي موجوده في ال 13 محافظه اللي هي المرحله الثانيه ان شاء الله اللي هتبدا يوم الحد والاثنين. جميع المدارس يعني كتاب معالي الدكتور الوزير بهذا الشأن يخص كل المدارس في ال 13 محافظه. كل المدارس دي معناها المدارس اللي هيحصل فيها انتخابات والمدارس اللي مش هيحصل فيها لجان انتخابيه. واللي مش هيحصل فيها يا استاذ تامر كله. والتعميم هنا يشمل المدارس بوجه عام حتى الخاصة والأجنبية. بالضبط يا فندم. طب يعني طبعا مفهوم كده وأشكرك على التوضيح، بس هل في فلسفة للموضوع ده؟ إيه الحكمة؟ هقول لحضرتك. طبعا المشهد الانتخابي يجب ألا يشوبه شيء وألا يعكر صفوه شيء. والتعليم طبعا أولادنا بيخرجوا كل يوم. أنا متهيألي إنه وحضرتك أكيد هتتفق معانا إنه لو خرج الولاد عشان يروح المدارس مع جملة الناس اللي هتنزل عشان خاطر تصوت ده هيعمل ركة في الشارع المصري. أستاذ هاني أنت حضرتك قلت أكيد هتتفق معايا، الحقيقة مش هقدر أتفق معاك. طب ما فيش مشكلة ممكن نختلف. أرجوك. أنت 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 واعي للجملة اللي أنت قلتها مع جملة الناس اللي هينزلوا يصوتوا؟ طيب توفيق ان شاء الله. انا فاهم قصد حضرتك. طبعا هو حضرتك ما كنتش معانا في المرحله الاولى؟ لا كنت معاك. طيب. وانا كلامي يحمل امنياتي. أمنيات ان كل تمام. مواطن ان كل مواطن يؤدي دوره تجاه وطنه بان هو يصوت لمن يستحق التصويت، لان المرحله اللي جايه الحقيقه محتاجه ان احنا نساهم بشكل ايجابي في اختيار الناس اللي هتمثلنا وانها يعني هتتكلم بلسان حالنا. كم اتمنى ان امنياتك دي تتحقق يا استاذ هاني. طبعا احنا كلنا نتمنى ان احنا نشوف مصر اجمل ونشوف مشهد انتخابي مشرف يعني يشملنا جميعا ان شاء الله. فعشان كده انا باكد على حضرتك ان ما حبيناش ان يحصل خلط ما بين خروج الطلاب للمدارس وخروج الناس للانتخابات، فحبينا ان احنا نجهز المساله تماما للمشهد الانتخابي بحيث لا يشوفوا شيء. اتمنى الكلام ده، بس يعني انا بس صعبان عليا اليومين المهمين اللي هيروحوا على دراسه الولاد دي. ما انت قلتها يا استاذ سامر هم فرحانين. طبعا انا بهزر يا استاذ هاني، ده لو عليهم ياخدوا بقيه الاسبوع. لا هو طبعا معمول في حسابنا في حساب الوزاره اثناء وضع الخطه الزمنيه اليومين دول يتعوضوا. ما هو معروف ان هيبقى في طبعا ايام خاصه بالانتخابات. طبعا. فدول معمول حسابهم يا فندم، معمول حسابهم. طب ما القرار ليه مره واحده ما طلعش باليومين بتوع الاعاده، ولا الاعاده مش هيبقوا اجازه؟ لا طالع بيهم يا استاذ تامر، الحمد لله ان حضرتك سالت. ايوه ان شاء الله ان شاء الله جميع المدارس سواء كانت مقار لجان او غيره في ال 13 محافظه زي ما قلت لحضرتك اجازه. لما نيجي بقى للاعاده ان شاء الله هيبقى المقار فقط اللي فيها اللجان. تمام. يعني المقر الا اذا لو الاعاده هتبقى في كله يبقى برضو الاجازه في كله.
ما هو خلاص بقى، ما هتبقى باينه كده. بس احنا في المرحله الاولى كان بالظبط كده، هو كتاب معالي الوزير لكل. طيب يعني البشره الساره لتلاميذنا انه في الاسبوع الجاي يومين والاسبوع اللي بعده يومين. خلينا في الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعده هنروح. يحلها حلال برضه. يحلها حلال. ان شاء الله. نورتني يا استاذ هاني، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.